الطريقة أو الأسلوب هو اللي بيخليني أقبل نصيحة الشخص اللي قدامي أو لأ. رأي حضرتك إيه في الموضوع ده؟ طبعا حضرتك على صواب 100%، الاسلوب هو 90% من قبول النصيحه، فكيفيه توجيه الشخص اللي قدامي وكيفيه نصحه بيلعب دور كبير جدا في ان هو يستجيب. هو انا ايه هدفي من النصيحه؟ ان انا شايف اللي قدامي في خطا معين او في انتقاد معين عايزه يعدل من هذا السلوك، والشخص اللي قدامي ده كمان انا بحبه او مرتبط معاه بعلاقه عاطفيه سواء كانت خطوبه او زواج، فبالتالي هنا بحاول ان انا اثنيه عن الفعل الغلط اللي هو بيعمله او الشيء المنتقد اللي هو بيعمله. فلذلك لازم ان انا اهتم جدا بحاجه مهمه جدا وهي الاسلوب، وكمان توقيت توجيه النصيحه. امتى اوجه نصيحتي؟ مش في اي وقت والشخص اللي قدامي راجع تعبان او مرهق، مش والشخص اللي قدامي منفعل مثلا، مش في ظروف في ضوضاء وفي ناس حوالينا كتير، مش في اوقات فيها توتر وقلق وشحن ما بيني وما بينه، فكل ده مش هيساعده في ان هو يستجيب لهذه النصيحة. لذلك احنا لازم نختار الاسلوب وكمان توقيت توجيه النصيحة. اكيد. وحضرتك قلت حاجه مهمه، انه ما يكونش قدام ناس، لانه في جمله كده بتقول او حكمه يعني بتقول انه النصيحه على الملأ فضيحه. فاعتقد انه ما ينفعش ابقى انا قاعده في وسط ناس او معانا مجموعه من الاصحاب مثلا او المعارف وانصح الشخص بشكل مباشر قدامهم. طبعا ده الحقيقه، ولكن ده مش بيحصل للاسف يا استاذه ندى بالنسبه للمخطوبين والازواج تحديدا. ممكن يتوجه له او يوجه لها نصيحه قدام الناس، مش معنى كلمه نصيحه بقى بيبقى انتقاد، بيبقى ما تعمليش كده، قومي من هنا، مش عارف ايه، او كمان الزوجه او برضه الخطيبه ممكن هي اللي بتعمل هذا الامر. فبالتالي لازم نعرف ان هذا الامر هو عواقبه وخيمه، انا مش داخل معركه او انا مش داخل في حاجه يعني فيها مشاحنات. كمان لازم ابقى عارف ان انا ما بتعاملش مع ملائكه، انا بتعامل مع بشر، وارد صح. ان الشخص اللي قدامي يغلط، وحل المشكله مش لازم يكون واحنا قاعدين دلوقتي حالا، ممكن بعد كده بعد ما نمشي نقدر ان احنا نتكلم مع بعض، لما كمان هو هيقدر لي ان انا انتظرته واتكلمت معاه بهدوء، افضل من ان انا اوجه له هذا الكلام قدام اشخاص ممكن كمان الاشخاص دول يتداولوا الكلام اللي حصل، ويبدا زي ما حضرتك قلتي اصبحت فضيحه، وما اصبحتش كمان في اطار 2 أو 3 قاعدين معانا، ده هتبتدي تتناقل ما بين الالسنه ما بين اشخاص كثيرين.